مرحبا بكم مرة أخرى في قناة تحدي، وفي إطار دائما التطور ديالنا اليوم غادي نهضروا على التغيير. كيفاش الإنسان ممكن يغير في حياته، منين كيبدأ وفين خصو يسالي. فأول حاجة غادي ننتبهوا لها أو اللي غادي نهضروا عليها اليوم هي كلمة التغيير عامة. فالتغيير أي واحد كيبغي التغيير في المستوى المعيشي ديالو، في المهنة ديالو، في المستوى التعليم ديالو، المستوى المادي ديالو. فالتغيير كلمة عزيزة على كل شيء، ولكن قليل الناس اللي كتنتبه لها وكتعرف التوقيت بالضبط فوقاش تغير في حياتها. فالتغيير عامة كيبدا بجوج ديال الحوايج، يا اما واحد الجرس واحد النهار كيدق في حياتك كيقول لك نوض راه خصك تبدل في حياتك، لان الطريقه باش عايش ما هياش، اللي كتسمى اون اونغلي الويك اب كول. هذه بينك وبين راسك، حتى واحد ما كيقول لك خصك تغير في حياتك، حتى واحد ما كيقول لك راه حان الوقت باش تبدل، ولكن انت راسك كتفيق واحد النهار اولا كتكون جالس شي نهار بينك وبين راسك كتهضر مع راسك وكتقول بلي كاين شي حاجه غلط في حياتي اللي خصني نغير، اولا شي نهار كيوقع لك شي مشكل الله يحفظ هو اللي كيخليك تغير في حياتك. مثلا كيوقع لك شي مشكل مادي ما كتلقاش اللي يعاونك، اولا كيوقع لك شي مشكل عائلي ولا شخصي، كتفقد كاع الاصدقاء ديالك، فهنا كتعاود حساباتك كلها باش كتغير في حياتك وتجعل من حياتك واحد الحياه افضل واحسن. هاد جوج ديال الحوايج يعني الجرس او الويك اب كول كيكون عندهم واحد التوقيت معين، يعني على حسب التوقيت اللي طاحوا فيه هو اللي كيسمح لك واش غادي تغير وقتك اولا مازال تقدر تزيد تسنى واحد شويه. لان فاش كيوقع لك المشكل فما يمكنش انت في وسط المشكل وغادي تغير حياتك، كتسنى على انك تحل المشكل، دوز ديك المرحله الصعيبه اللي عشتيها في حياتك، عاد كتبدا التغيير باش ما تعاودش تعيش نفس الاغلاط اللي عشتيها قبل ونفس التصرفات اللي تصرفتيها قبل اللي وصلتك لواحد المشكل معين. فالتوقيت هذا نهار كيوصل وكتقرر بانك صافي دابا بغيت نغير حياتي، كاينه جوج ديال الحوايج، كاينه يا اما كتبدا مباشره ولا كتاجل. وكاين بزاف ديال الناس وهذا خطا كبير كيوقعوا فيه العامه ديال الناس، وهو كيقول لك ولي سنين كنفكر ندير هذا الشيء ومازال كنتسنى. راه الا بقيتي كتسنى غادي تسنى اليوم غدا وتسنى الشهر الجاي وغدوز عليك سنين وتلقى راسك ضربتي 15 20 عام وانت مازال ما درتي حتى حاجه في حياتك. ف المساله ديال ان الانسان خصو يباشر فاش تطيح له الفكره ولا يباشر فاش يقرر شي قرار حاجه مهمه هي اللي كتادي بك انك تبدل شي حاجه في حياتك. اما الا بقيتي كتقول ديك المساله ديال واخا وان شاء الله والعام الجاي هذا العام ما يمكن شيء، والعام الجاي عاود كتقول نفس الهضره وهذا العام غادي نزيدو ناجلو واحد 6 شهور، ديك التاجيل هذا شيء خطير اللي كيحبطك وكينسيك وكيأجل واحد المجموعه ديال الاحلام اللي كتكون عندك انت باغي تحققها، ولكن كتبقى تاجل فيها تاجل فيها تاجل فيها حتى كيوصل واحد الوقت كتلقى بلي سي فريمون ترو طار، سواء ان الصحه ديالك كتعيا، سواء ان المشاكل ديالك كتكبر، المسؤوليه ديالك كتكبر، فما كيبقاش عندك الوقت. فبزاف ديال الحوايج كتوقع في الحياه ديال الانسان ما كيقدرش يغير، بينما انه فاش كنقبل يقدر يغير. مثلا مثال بسيط نعطيكم، هذا مثلا فاش كيكون لو كوبل جديد يلاه تزوج ما كاين لا وليدات لا والو، كاين بعض الناس اللي ما كتنتبهش انها تنوض تخدم وتجري ودير الدار مثلا قبل ما يجيو الدراري، لان فاش كيجيو الدراري كتولي مسؤوليات اخرى، كتولي مسؤوليه التربيه، مسؤوليه التعليم، مسؤوليه المتابعه، والدراري كيعيو، لان الانسان راه فاش كيكبر راه ما ساهلاش داك الانرجي اللي كيكون عند الدراري ماشي هو الانرجي اللي كيكون عندك انت. ديجا دوزتي واحد الفترات طويله في حياتك ما بقاش عندك الجهد، فما يمكنش غادي يكون عندك الجهد باش تربي ولادك ويكون عندك الجهد باش دير شي حاجه في حياتك. فلهذا خص الانسان ينتبه على ان عمليه المباشره ديال الحاجه نهار يفكر فيها ويقررها يمشي لها ديريكت، ما يبقاش يتسنى، لان داك التاجيل هو اللي كيخلي الانسان سواء كيتنازل على الحلم ديالو فما كيبقاش يحلم بداك الحلم هذاك، اولا صافي كتولي مساله جيف اب يعني رميتي السوارت. ف فاش الانسان كيقرر يباشر مباشره كيبدا في التفكير والبحث. التفكير فاش كيفكر شنو الحوايج اللي يمكن يديرها باش يغير حياته، بحال دابا الا كان غيدير شي مشروع كيفكر شنو هو المشروع اللي بغى يديرو، اولا مثلا بغى يبدل الخدمه ديالو كيشوف النوع ديال لي فورماسيون اللي خصو يديرها، مابقاش مثلا حاملي كوم بونكي، بغى يدخل لمجال الصحه لان مجال كيعجبو، مجال فيه كتعاون فيه الناس اللي مراض، مجال انساني، كيخلي داك المجال خصو يدير، خصو يفكر في لي فورماسيون اللي خصو يديرها باش يلتحق بداك المجال. والبحث كذلك نفس الشيء، اي حاجه بغيتي ديرها في حياتك راه كتبحث عليها، بغيتي تشري دار خصك
دير واحد لي سيت دو مارشي تشوف شنو هما الاحياء اللي مزيانه. بغيتي تشري طوموبيل كتشوف الطوموبيل اللي مزيانه اللي كتصبر اللي البياس ديالها كاين. بغيتي مثلا تسافر لشي بلاصه كيخصك تشوف البلايص اللي فيها شحال باش غتصرف فيها شحال لي بي دافيون. فاي حاجه في الدنيا كتحتاج بحث باش كتاخذ معلومات كامله عليها قبل ما ديرها وقبل ما توجه ليها. فاش كندير هذه المسائل هذه بجوج التفكير والبحث هنا كيجي القرار النهائي اللي من خلاله كتقول صيي انا قررت ان السنه هذه غادي نبدا واحد المسار واحد اخر، نبدا واحد لا فورماسيون اخرى، نبدا واحد الاتجاه واحد اخر في حياتي باش نغير في حياتي. وفي هذه الحاله هذه الا كنتي سيليباتير كتكون كيكون القرار اسهل واسرع. اما فاش كتكون اون كوبل فكيكون اتفاق بين الزوجين بجوج على انهم مثلا نعطيكم غير مثال بسيط بحال دابا كيكونوا جوج خدامين واحد كيقرر يتلاح لونتربرونيريا والاخر كيبقى خدام باش هو اللي كيكفل انه يخلص المصاريف ديال الدار المصاريف ديال الدراري على ما المشروع اللي بداه الطرف الاخر ينجح. فلهذا الانسان كما كنقولوا كنعاود ما خصوش يبقى يأجل بزاف. عندك شي حاجه في راسك عندك شي فكره في حياتك بغيتي ديرها حاول ما امكن تحط لها واحد الوقت وتحط لها ان بلانين. دابا الا كنت غنقول مثلا في 3 شهور الجايه غادي ندير اون فورماسيون، مور 3 شهور الجايه غنبدا واحد لو ستاج ديال 3 مو اخرى، موراها خلال ستاج نقلب على الخدمه نصيفط السيفيات كذا. خص يكون ان بلانين محدد وباين وتقدر تتبعو باش توصل لداكشي اللي بغيتي. كنتمنى تكونوا استفدتوا معنا. تحياتي.